معنى اسم مميز، مو اسم يعني شيبة بيضاء أو متعبين أو متقاعدين، لا راح نعلمكم عنه لاحقا أنه المتقاعد لا زال حي ولا زال شباب ولا زال الحياة ما منتهية عنده ومستمر في العطاء. أيضا تهتم في كبار السن، هذه الجمعية لأهدافها وكملت بقت إجراءات بسيطة يعني مال موافقة المجلس البلدي، مو موافقة تأييد سكن، ويطلعون كشف على هذا الموقع اللي أخ أبو عبد الله الطائي الكريم أمن مكان وأثثه وجهزه وحاضرين لهذا المكان. آخر أخبار المتقاعدين بعد لقائنا بالسيد المستشار القانوني الدكتور قاسم الظالمي، واتصلوا بنا مرتين بصراحة، تفاوضنا معاهم، قدمنا 3 شغلات. أو آخر أخبار المتقاعدين بعد لقائنا بالسيد المستشار القانوني الدكتور قاسم الظالمي، واتصلوا بنا مرتين بصراحة، تفاوضنا معاهم، قدمنا 3 شغلات. أولا التعديلات المهمة لقانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014، و الحزمة الإصلاحية ما يخصها شنو ملاحظاتنا عليها اللي يطلقها دولة رئيس الوزراء، والمطلب الآخر هو مطلب الجيش السابق، حقوق وطلبات الجيش السابق اللي الرواتب السنتين والجرحى والأسرى واللي ما محالين لحد الآن، اللي ما عنده قرار 117، هذول كلهم أيضا في قائمة. اللي وصلنا من أخبار إن شاء الله ومؤكدة أنه دولة رئيس الوزراء موافق عليها، والدليل وننتظر أيضا قالوا هيئوا نفسكم للقاء مباشر خلال هالأيام بوفد رابطة نقابة المتقاعدين وفق الكتاب اللي أرسلناه بتوقيع السيد النائب معين الكاظم. الكتاب حتى يعني حتى يقولون مو صحيح، يعني والله عجيب، أتعجب يعني، يعني كتاب مجلس وزراء وصادر إلى جهات مختلفة وتتجي تكذبنا، وما نحتاج أنت رأيك، أبقى بمكانك، ما محتاجين أنه أنت تشترك معانا، أنت الرجل يعني ظالم المتقاعدين وتفرق صفوف المتقاعدين كل ما المهم في الكتاب في 21/1، يعني ما صار له تقريبا فترة، كتبوا مجلس الوزراء إلى هيئة التقاعد الوطنية، يعني انطوهم نسخة من كل مقترحاتنا لمال التعديل والطلبات والاقتراحات إلى هيئة التقاعد لبيان الرأي، ونسخة إلى وزارة الدفاع ما يخص حقوق الجيش السابق، ونسخة إلى البرلمان لأيضا إبداء الرأي، حتى تكون رؤية موحدة ويخرجون في تعديل موحد شامل لكل المتقاعدين المدني والوريث والمستفيد. ومن أهم الفقرات هي زيادة الحد الأدنى 800 ثبتناها، إرجاع السن القانوني 63، الولد البالغ ينشال، مساواة الراتب. يعني كثير من الأخوة يقول شنو مساواة، أنا عندي شهادة يا أخي، مو هالشكل الشغلة، أنه قرينك اللي طلع حسه نفس شهادتك نفس معدلك نفس عمرك مع اللي طلع قبل 2003 أو بعد 2003، هذا اللي يساوي. أنا ما أقصد أنه أنت دكتور تساويك ويا العامل الخدمة، لا مو هذا القصد، القصد حسب الدرجات وحسب الراتب. كثير من المواد الأخرى حتى المادة 36 طلبنا مو بقرار من مجلس الوزراء، لا إلزام مجلس الوزراء بزيادة راتب المتقاعد وفق التضخم للرواتب الذي يتقاضى راتب مقداره، خلينا فراغ هم يحددوا مليون. يبقى العمر مجرد رقم. الآن الموظف العراقي يحال للتقاعد بعد 60. أنا قبل قليل كنت في جلسة احتفاء بالباحث التراثي رفعت مرهون الصفار الذي أيقظ الشمعة 95. وهذه المناسبة نتمنى له الصحة والتوفيق. إذا الإنسان ليس يأخذ من العمر أو أنه يكون خامل أو نهاية المطاف، بل يجب أن يستمر بالعطاء والعمل والجهد، لأنه العمل والجهد هو استمرار الحياة. الإنسان إذا يبقى قاعد يكسل. فنطلب يعني من خلال فضائيتكم المتقاعدون العراقيون أن كل متقاعد لا يركن في بيته، بل يبحث عن فرصة عمل، يعني مجال، يعني فرص عمل كثيرة، لا يتعكز أنه هذا أنا عمري
تجاوز 60 وهذا توقف العمر. فأنا أكون لا أكون هذه الفكرة خاطئة، نطلب منه أن يتفاعل مع الحياة بخير دليل على ذلك. كما قلت الباحث الموسوعي ربحت مرهون الصفار الذي دخل في العام 95، نتمنى له العمر المديد إن شاء الله والعطاء المستمر بكتابات البحوث التراثية، وهذا خير دليل عندما ذكرته هو خير دليل على العطاء. طبعا احنا بالنسبة للدولة كان المتقاعد الموظف العفو يتقاعد عمر 63، الآن سرق منه 3 سنوات مع الأسف الشديد، في حجة أنه شنو وفر فرصة للعمل، فرصة عمل للشباب. نعم، هل وفرت الدولة فرصة عمل للشباب؟ أنا أقول هذا رأي خاطئ. ليش؟ أنت توفر فرصة عمل للشباب إذا تفعل المصانع والمزارع بنى التحتية للبلد، لأن البلد إحنا يعني انتهينا من الكام، من كام تناقضات، من كام حروب، فالبلد بحاجة إلى نهضة. حالنا حال مثلا يعني هاي دول الخليج وين صارت، هاي الأردن وصفنا وين صارت، يعني الدولة بحاجة إلى تكاتف الأيدي، استفاد من كل الخبرات، كل الخبرات وكل الميادين. علينا تفعيل المصانع والمزارع، تفعيل كل النشاطات، وتشجيع القطاع الخاص عن بالعمل ومع تزاوج تفاعل مع القطاع العام من أجل نهضة البلد. المشاريع العمرانية ولا تكون مشاريع صغيرة، بالمشاريع العمرانية نأخذ على الفساد الإداري والمالي. فأنا أقول عليكم لإعادة النظر في عمر المتقاعد واجعله 65، أو تستفاد من خبرات المتقاعد عندما كان موظف وصارت خبرته، لماذا تذهب بسدى؟ أحيانا مثلا نرى متقاعدين يسافرون إلى بلدان أخرى في مجالات متعددة، لماذا تستفيد منهم البلد بحاجة إلى كفاءات وخبرات؟ وطبعا كما اقترحت أستاذنا أنه تبدون تشكيل لجنة أو مجموعة من المتقاعدين أو وفد، نعم، للقاء رئيس الوزراء، فلا بأس أن تلتقون معه إذا سمحت له سمحت الفرصة لتبدون وجهات نظركم، أو مثلا ما يعني تحضرون نقاط على حرف ما يخص المتقاعدين ودورهم في المجتمع، ولا يكون يعني الشريحة المنسية أو التي ركناها جانبا، لأنهم خبراء، أصحاب خبرة، أصحاب يعني تجربة بالحياة، هم يعني متقاعدين مر بظروف أصعب، مر بظروف حروب، مر بظروف الحصار، مر بظروف 2003 الصعبة الطائفية. فإذا المتقاعد في هذا العمر هو مر بتجارب عديدة، تجارب جعلته صلبا واقفا وشامخا، إضافة إلى خبراته اكتسبها من خلال عمله، سواء العمل الإداري أو الفني أو التكنولوجي في مختلف الميادين. فنطلب إن شاء الله خبرة تراكمية خلال السنوات. نعم، خبرة السنين السابقة صارت خبرته إن شاء الله، ولا يبخل عليها بخدمة البلد. فلا بأس مثلا إذا كان مثلا فرصة، إذا كان مثلا يريد التقاعد من جديد عقد مع الدولة فلا بأس، أما إذا مثلا تقول أنه مثلا كبر بالعمر لا يستطيع تشخيص حالته مثلا المرضية لا سمح الله، وهو اللي يريد فرصة عمل ثانية، فهو يعني عنده الصحة والعافية والطاقة والإبداع، فلا بأس إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله يوصل هذا الصوت إلى الدولة والمعنيين، وإن شاء الله ينهض البلد من جديد إن شاء الله، وتكون بنية عمرانية وبناء شامل، ونهضة البلد إن شاء الله، والمستقبل إن شاء الله يكون زاهر للعراق. مع تحياتي مهندس متقاعد ماجد مهدي، وزارة النفط، شركة المشاريع النفطية سابقا.